معنا على الهاتف من معسكر الأهلي في كرواتيا موفد القناة أمير هشام. أهلا بك يا أمير. تحياتي لك يا أستاذ إبراهيم، وتحياتي للكابتن عدلي، وتحياتي لكل المشاهدين ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أهلا بيك. حطينا في الصورة كاملة من المباراة، التشكيل بدأ إزاي، أبرز ما في هذه المباراة، رؤية الجهاز الفني، المدير الفني شايف إيه بعد هذه التجربة؟ اتفضل. طيب النهارده طبعا كانت المباراة الأخيرة للنادي الأهلي هنا في معسكره في أوروبا، وبالتحديد في كرواتيا، والمباراة اللي أقيمت في سلوفينيا، وكانت مباراة هامة جدا بالنسبة للجهاز الفني، بالنسبة للاعبين، علشان من خلالها بيستعدوا، أو الجهاز الفني بالتحديد يستقر على التشكيل الأقرب إن شاء الله لمباراة تاونشيب ألبستوان يوم 17. فبالتالي المباراة أكيد كانت مهمة، الفريق أدى فيها بشكل جيد جدا، لكن خليني يا أستاذ إبراهيم وكابتن عدلي أقول لكم التشكيل في البداية كان إيه. حراسة المرمى كان محمد الشناوي، ناحية اليمين أحمد فتحي، ناحية الشمال علي معلول، سعد سمير وأيمن أشرف كمساكين، عمرو السولية وحسام عاشور في نص الملعب، أمامهم مؤمن زكريا، وليد سليمان، جونيور أزاي، والمهاجم كان صلاح محسن. ده التشكيل اللي كان ابتدى بيه مستر باتريس كارتيرون. المباراه او بدايه المباراه اول 10 دقائق ربع ساعه كان الفريق الروسي افضل، وقدر ان هو يحرز هدف من خلال كره عرضيه وراسيه احرزها اللاعب طبعا الفريق الروسي، وقدر ان يتقدم على فريق النادي الاهلي نتيجه 1-0. لكن بعد مرور حوالي ربع ساعه قدر وليد سليمان من خلال ضربه جزاء انه يحرز هدف التعادل، وقبل انتهاء الشوط الاول وليد سليمان احرز هدف اكثر من رائع بمجهود فردي كبير جدا من خلال استلام الكره في نص الملعب، وانطلق بها انطلاقه بسرعه قويه، وقدر انه يحرز الهدف في السباق. كان افضل اهداف المباراه النهارده بالنسبه لوليد سليمان، وهو يعتبر نجم المباراه النهارده ونجم المعسكر كمان، لان هو بيؤدي صراحه تدريبات على مستوى عالي جدا ومباريات ايضا بشكل جيد جدا، وواضح ان هو جاهز فنيا وبدنيا بشكل كبير جدا للموسم الجاي ان شاء الله بشكل كامل. الشوط الثاني حصل بعض التغييرات، زي مثلا خروج محمد الشناوي ونزول شريف اكرامي، خروج وليد سليمان، خروج صلاح محسن، حسام عاشور، احمد فتحي، وعلي معلول، ومؤمن زكريا كمان، ونزل صابر رحيل، واكرم توفيق، وميدو جابر، ومحمد شريف، واسلام محارب، ومحمد هاني، والكل ادى بشكل جيد جدا. الشوط الثاني النادي الاهلي قدر ان هو يحرز ثلاث اهداف اخرى من خلال هدفين لميدو جابر بشكل جيد جدا، ومن جمل كمان تكتيكيه او من لعب متحركه بشكل كبير، وايضا هدف اسلام محارب كان الهدف الاخير مع نهايه المباراه. فبالتالي كان اداء جيد واهداف جيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الشيء الايجابي هو تنفيذ بعض الخطط وبعض الجمل التكتيكيه اللي كان بيحاول مستر باتريس خلال المعسكر وخلال التدريبات ان هو يحفظها للاعبين. الجمل دي والناحيه الخصوصيه بالتحديد ظهرت في الشوط الثاني بشكل جيد جدا، واثمرت عديده بالنسبه للنادي الاهلي بالتحديد ثلاث اهداف. فبالتالي ده كان شيء ايجابي جدا واسعد الجهاز الفني طبعا، سواء مستر باتريس كارتيرون او كابتن محمد يوسف، وده كان نتاج عمل على مدار المعسكر وكمان المعسكر اللي قبليه اللي كان في اسكندريه. فبالتالي اطمأنوا بشكل كبير جدا على الحاله الفنيه والحاله البدنيه وتركيز اللاعبين بشكل كبير جدا خلال المرحله القادمه، وخصوصا ان هي مهمه جدا جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. في بعض اللاعبين اللي ما شاركوش خالص في المباراه، سواء احمد حمودي، هشام محمد، احمد علاء، واحمد الشيخ، واحمد ياسر ريان، وايضا وليد ازارو. دي طبعا وجهه نظر فنيه، لكن وليد ازارو ما شاركش لان هو ايضا ما كانش جاهز فنيا، خصوصا ان هو كان ما بيتمرنش خلال الفترات اللي فاتت تحسبا لرحيله، وكان مستر باتريس كارتيرون واخد قرار ان هو ما يتدرب منفردا عشان هو ما كانش يمكن مركز بشكل كبير. لكن من الوارد جدا بالتحديد لوليد ازارو ان هو يندمج الفتره الجايه بشكل كبير مع الفريق، ويدخل حسابات الجهاز الفني تحسبا لاحتياجه خلال الفتره الهامه المقبله. الامور كانت ماشيه بشكل جيد جدا، معسكر كان مثمر بشكل كبير جدا، كل الاهداف اللي كان بيتمناها الجهاز الفني انه يحققها من خلال المعسكر ده بالفعل اتحققت، وان شاء الله يكون احد الاسباب، يكون المعسكر ده احد الاسباب لنجاح النادي الاهلي خلال الفتره المقبله، وبالتحديد بدايه ان شاء الله من مباراتي تاونشيب سواء يوم 17 او يوم 27 المقبل. طيب امير، واضح من التشكيل والعناصر اللي انت ذكرتها في الاول ان الراجل بيلعب بنفس الطريقه تقريبا 3-5-2-1، مش كده؟
لا هو الواضح من خلال او 4-3-2-1 4-3-2-1 انا اسف 4-2-3-1 وعكس بعد كده ولا فضل على نفس الشكل؟ لا نفس الشكل 4-2-3-1 ده اللي كان واضح من خلال المباراه وبالتحديد في الشوط الاول. الشوط الثاني حصل بعد بعض التعديلات سواء بخروج لما خرج صلاح محسن تم اقحام جونيور اجاييه كمهاجم، يمكن مستر باتريس كاسيون شايف ان هو ممكن يكون بديل مناسب من ناحيه تكتيكيه في حاله خروج صلاح محسن في المباراه لو ابتدى بشكل اساسي في مباراه تاون شيب وفي ظل عدم جاهزيه وليد ازارو الفنيه، فده كان احد الحلول. وجونيور اجاييه من احد اللاعبين اللي يمكن لعبوا ال 90 دقيقه بشكل كامل وادى المباراه بشكل جيد يعني، لكن بعض الاساليب بعض الافكار اللي ممكن يكون شايفها مستر باتريس كاسيون وحاول يطبقها من خلال النهارده سواء في الشوط الاول او في الشوط الثاني يا استاذ ابراهيم. ان هو هيفضل محافظ على نفس الشكل. طيب ازارو انت اشرت ان هو الفتره اللي فاتت ما كانش بيتمرن بشكل اساسي معاهم تحسبا لانتقاله. دلوقتي تعثرت عمليه المفاوضات، هل ما اتكلمتش معاه بعد ما اعلن تعثر المفاوضات ولا ما شفتوش؟ لا اللي اقدر اكده من خلال حضرتك لكل جمهور النادي الاهلي ان وليد ازارو بعد خلاص فشل المفاوضات اللاعب هيركز بشكل تام مع النادي الاهلي خلال الفتره المقبله. اللاعب مدرك جيدا جدا ان هو متواجد في فريق كبير جدا زي النادي الاهلي، هو لمس الكلام ده سواء قبل ما يجي النادي الاهلي او خلال الموسم الماضي، فبالتالي الراجل مبسوط جدا ما عندوش اي تضرر من الاستمرار في النادي الاهلي، وخصوصا ان هو كان سايب الملف لمجلس اداره النادي هو اللي يتحكم في بيع وليد ازارو، فبالتالي خلاص الموضوع فشل، بالتالي وليد ازارو مركز بشكل كبير جدا وهيكون احد العناصر المهمه والاساسيه ان شاء الله خلال الموسم. لسه بقى المباراه المقبله اعتقد يعني ممكن ما يكونش اساسي في الماتش الجاي، طبعا مباراه تاونشيب الله اعلم ممكن مستر باتريس كاسيون يجهزه بشكل كبير جدا خلال معسكر اسكندريه، كل الامور دي خاصه بالجهاز الفني، لكن اللاعب خلاص ذهنيا اصبح مركز بشكل كبير جدا. طيب اذا يا 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 امير دلوقتي ازارو تقبل الموقف ومفيش يعني ومعنوياته كويسة وهيركز الفترة الجاية، ده اللي أنا فهمته من كلامك. بالظبط. طيب دلوقتي أنا بس عايز أسأل عشان أقدر أقيم التجربة أنا والسادة المشاهدين. إحنا لعبنا ماتشين وديين، واحد مع فريق صربي، واحد مع أحد فرق روسية. سلوفيني. سلوفيني وفريق روسي. سلوفيني. سلوفيني. طيب الفريقين تصنيفهم قريبين من بعض ولا تصنيف حد احسن من الثاني ولا يعني عشان نقدر نقيم التجربه؟ طيب فريق اولمبيا سلوفيني يمكن كان افضل نسبيا من فريق كراسنودار الروس اللي لعبناه النهارده، الفريق السلوفيني يمكن عشان كان عنده مشاركه او كان بيستعد لمشاركه في دوري ابطال اوروبا فكان الواضح ان هو اجهز بشكل كبير جدا، فبالتالي المباراه كانت اصعب وخصوصا كمان ان هي كانت اصعب بسبب ان اول مباراه للفريق كان بعد يومين او ثلاثه بكثير جدا من التدريبات بالنسبه للنادي الاهلي هنا في معسكره في كرواتيا، لكن فريق النهارده يمكن كان الشوط الاول متماسك بشكل كبير جدا وادى مباراه جيده لدرجه ان هو تقدم على النادي الاهلي قبل ما يقدر النادي الاهلي ان هو يتقدم عليه مع نهايه الشوط وقبل استقاله الحكم بانتهاء الشوط الاول، فبالتالي الفريق الاول السلوفيني فريق اولمبيا بالتحديد كان يعني افضل من خلال اللي احنا شفناه واللي احنا اتفرجنا عليه افضل من النواحي الثانيه. لا ما هو انا ما اقصدش كده، ما اقصدش مين لعب احسن، انا بتكلم على التصنيف. يعني انت دلوقتي الفريق السلوفيني ده مثلا في الدوري الدرجه الاولى في نصف الجدول، فريق الروسي ده درجه اولى ولا ثانيه ولا موقعه ايه في الجدول ولا ما عندكش معلومات؟ طيب الفريق السلوفيني طبعا بيتصدر الجدول بالتحديد لترتيب اول ثاني لان هو هيشارك في التصفيات المؤهله لدوري ابطال اوروبا. اذا هو احد فرق المقدمه في سلوفينيا. بالظبط. بالظبط كده. لكن بالنسبه للفريق الروسي ده فرق الوسط في روسيا، فبالتالي من هنا يعني اقدر اقول لك ان الفريق السلوفيني هو اللي كان افضل او اقوى اقوى واكثر جاهزيه وتصنيف اعلى. بالظبط. ماشي. بالظبط. طب بيقال ان في مباراه وديه عقب العوده الى القاهره، الكلام ده ان شاء الله هيكون في مباراه مع بدايه معسكر اسكندريه، ده حتى يعني حتى اللحظه دي المفروض ان لسه بيتفقوا مع احد الفرق اللي هتواجه ان شاء الله النادي الاهلي، يكون استعداد اخير بالنسبه للفريق ان شاء الله قبل مباراه تاون شيب، لسه ما نعرفش الفريق هيكون مين لكن بيتم الترتيبات لهذه الجزئيه يا كابتن عادل.
بالنسبة للاعيبة الدوليين أخبار معنوياتهم إيه؟ وهل متحمسين وقفلوا الصفحة بقى بتاعة كأس العالم ومدركين الخطوة القادمة ولا؟ لأن أنا لاحظت النهاردة طبعًا إنه تقريبًا التشكيل الرئيسي هو اللي كان موجود في الشوط الأولاني. بالظبط هو ده التشكيل، هو ده التشكيل الأقرب بالنسبة للنادي الأهلي. لكن فيما يخص اللاعبين الدوليين، اللاعبين الدوليين خلاص طووا صفحة كأس العالم نهائيًا وأصبحوا مركزين بشكل كبير جدًا مع النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة. عندهم أهداف وتحديات سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الجماعي مع فريق النادي الاهلي. قبل ما اسلمك للاستاذ ابراهيم، اخر سؤال لي انا شخصيا، كان في كلام على مشاكل كابتن احمد فتحي، مؤمن زكريا، الكلام ده انت طمنتنا على موقف وليد ازارو. هل هناك اي ظلال لهذه المشاكل محسوسه بالنسبه لالتزام اللاعبين او في اي مشاكل في هذا الامر؟ طيب خليني اقول لك يا كابتن عدلي ان مفيش اي مشاكل في هذه الجزئيه اطلاقا، بدليل احمد فتحي يعني فوره امبارح مثلا بالليل بعض الاخبار اللي تداولت ان في مشكله وان احمد فتحي مش عارف وقع فين او احمد فتحي عايز يمشي من النادي الاهلي، استغرب استغراب تام يعني. قال انا مش عارف في ايه الناس مركزه في ايه، انا ما فيش اي مشكله خالص مع النادي الاهلي، الراجل بينتظم في المعسكر بشكل اكثر من رائع او شكل اكثر من احترافي، بيؤدي تدريبات قويه جدا جدا، والنهارده في المباراه كان جيد جدا جدا، وزي ما احنا متعودين من احمد فتحي يعني لاعب كبير ولاعب دولي كبير جدا ومحترف بشكل كبير جدا. فبالنسبه لاحمد فتحي ما فيش اي مشكله. بالنسبه لمؤمن زكريا، الراجل امبارح انا سجلت معاه لقاء في الفندق بالليل متاخر، الراجل اتكلمنا فيه عن بعض الاقاويل اللي بتطلع ان هو ممكن عايز يمشي من عند النادي الاهلي ويمشي من النادي الاهلي يروح نادي ثاني، نفى الكلام ده اطلاقا، قال ما فيش الكلام ده خالص، انا جالي فعلا بعض العروض، النادي الاهلي رفض العروض دي، انا محترم جدا رغبه النادي الاهلي في تواجدي وانا مستمر مع الفريق، النادي الاهلي لما شاف ان او انا كنت عايز اطلع 6 شهور او 4 شهور اعاره في اهلي جده، النادي الاهلي كان موافق لي عليها، طلعت، لكن الفتره دي النادي الاهلي رفض كل العروض، فانا محترم جدا هذا القرار ومستمر جدا مع النادي الاهلي، وعندي طموحات كبيره جدا مع الفريق. وقال لي كده بالظبط يعني ابرز حاجه بطوله دوري ابطال افريقيا، لان انا ما حققتهاش مع النادي الاهلي، وبطوله دوري ابطال افريقيا هتخليني كمان احقق سوبر افريقيا، ودول البطولتين المهمين اللي انا ما حققتهمش مع النادي الاهلي، وانا هسعى خلال الفتره الجايه ان انا احققهم مع النادي الاهلي وكمان اشارك في كاس العالم. اذا الراجل ما عندوش اي مشاكل اطلاقا مع النادي، وايضا بينتظم في المعسكر بشكل جيد جدا، بيقدم مباريات جيده جدا سواء المباراه الاولى او المباراه الثانيه، وجاهز بشكل كبير جدا ان شاء الله المباراة فريق تاون سيد. طيب امير، واضح من احتفاظ الكارتيرون بنفس طريقه اللعب 4-2-3-1، وليد سليمان هو صانع اللعب، نصر ماهر اخباره ايه في داخل الفريق؟ طيب هو يعني خصوصا ان مستر باتريك كارتيرون بيعتمد على اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، فبالتالي ناصر ماهر خد بعض الدقائق في المباراتين، دقائق قليله، فالاعتماد هيكون على وليد سليمان في هذا المركز، لكن في اهتمام في نفس الوقت بناصر ماهر، شايفين ان هو لاعب جيد جدا ولاعب ان شاء الله هيكون اضافه للنادي الاهلي خلال الفتره. طب ناصر ماهر كان في مواقع كثيره اتكلمت على انه في مشاكل بخصوصه، ايه اللي انت شفته؟ لا ما فيش اي مشاكل يا استاذ ابراهيم، ما فيش اي مشاكل خالص بالنسبه لنصر ماهر، انا بس اللي لاحظته النهارده ممكن كان في جلسه ما بينه وما بين كابتن محمد يوسف، لكن طبعا الكلام فيها ايه ده يخص الجهاز الفني، هو اللي يقدر يصرح بيه، يقدر يقول هل في ازمه او حاجه، لكن الواضح من خلال رؤيتي انا ما فيش اي ازمه، اللاعب ملتزم جدا وما فيش اي حاجه خالص. هو ما اخدش مباراه النهارده، ما اخدش اي وقت فيه. ما هو مش مسجل في المباراة الأولانية اللي شارك فيها بشكل كبير جدا، يعني المباراة الأولانية في الشوط الثاني تقريبا خد فترة كويسة بالنسبة لمهر ناصر ماهر. هو الاستقرار على الإضافات اللي تمت في القائمة الأفريقية مين ومين لغاية دلوقتي؟ لا هو حتى الآن تم إضافة مؤمن زكريا، لكن لسه الجديد هيتم حسمه من قبل الجهاز الفني إن شاء الله خلال الأيام المقبلة. طب أنا بس افتكرت حاجة، أنا بسمع إشادات بالنسبة لمحمد شريف. لاعب ممتاز، لاعب جيد جدا جدا جدا، بصراحه ملفت يعني، هو لفت فعلا الانظار في المباريات الوديه في المعسكر هنا في كرواتيا، وقبليها كمان ولو تفتكر يا كابتن عدلي منذ مباراه المصري نهايه الموسم بالنسبه للنادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي يفوز بها نتيجه 2-0، اللاعب ده ادى مباراه جيده جدا، هو بيستمر في الاداء ده على فكره، في اهتمام كبير كمان من قبل الجهاز الفني اللي مهتم بكل اللاعبين. يعني تتوقع ان هو يعني قد يتالق الموسم القادم؟
قد يكون احد نجوم النادي الاهلي ان شاء الله الموسم القادم لو استمر على تركيزه وعلى مستواه الجيد اللي بيأديه في التدريبات او في المباريات الوديه اللي بيلعبها، وخصوصا ان مستر باتريس كاشتيرون عارف امكانياته جيدا جدا من ايام ما كان يتولى مرنه في دجله. تمام. بالظبط. فبالتالي الولد ماشي بشكل كويس جدا، وان شاء الله هيكون المستقبل بالنسبه للنادي الاهلي، والموسم ده ان شاء الله ممكن يتعلق باذن الله. طيب طبعا وصل لكم التعاقد مع كوليبالي؟ اكيد. ده كانت رغبه قويه جدا من مستر باتريس كاشتيرون، والراجل مهتم باللاعب جدا وعارف امكانياته بشكل كبير، ومرانه سواء مع منتخب مالي او مع فريق مازيمبي، فهو مقتنع بيه بشكل كبير جدا. الامور يمكن كانت خصمت منذ فتره، لكن تم الاعلان النهارده رسميا، وفي يعني حاله رضا عن هذا التعاقد بالنسبه للجهاز الفني، وخصوصا في خط الدفاع ممكن من وجهه نظرهم شايفين ان النادي الاهلي محتاج لاعب بحجم كلوبالي ان شاء الله يكون متواجد في دفاع النادي الاهلي، يكون اضافه بالنسبه للفريق خلال فتره مقبله. التحرك امتى بقى من عندكم؟ طيب احنا دلوقتي موجودين في المطار من حوالي ساعة، ان شاء الله التحرك هيكون في تمام الساعة 11 مساء، نوصل ان شاء الله الساعة 2:30 صباحا صباح الغد ان شاء الله. تيجوا بالسلامة بإذن الله، وتحياتنا لأسرة. عندكم أجازة يوم واحد مش كده؟ الفريق أجازة بكرة، بس بعد بكرة ان شاء الله هيكون المران عصرا في استاد مختار التيشة ان شاء الله، يعني هيستأنف الفريق يتمرن الأربع ويسافر اسكندرية، ولا هيسافر امتى؟ في بعض التعديلات ممكن يتأجل المعسكر، لكن السفر الاسكندريه هيكون اعتقد يوم السبت، يعني حتى الان لسه ما تمش التأكيد بالنسبه للجزئيه دي، لكن بنسبه ما ممكن يكون يوم السبت. هو كان المفترض ان بكره يكون اجازه، بعد بكره الفريق هيتمرن في الستش وبعد كده يسافر على اسكندريه، لكن في احتمال ان يكون في بعض التعديلات بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين بخصوص السفر لمعسكر الفريق. شكرا امير، وتيجوا بالسلامه ان شاء الله. اظن يعني إجابة عن كل التساؤلات. أمير هشام، موفد قناة الأهلي إلى كرواتيا حيث معسكر الفريق.